لا ماشي، ثانيا أما بعد، إذا في هذا الفيديو غادي نحاول ندير واحد التمرين 18 من كتاب مدرسي كيتعلق بمعادلات. هل المسألة اللي عندنا هي عمر أب 36 سنة وعمر ابنه 4 سنوات، بعد كم سنة سيصبح عمر الأب ضعف عمر الابن؟ إذا كشفتوا في الدروس بأن باش نديروا لحل المسألة، أول مرحلة هي اختيار المجهول المناسب. اختيار المجهول المناسب شنو هو؟ هو السؤال الذي نريد الجواب عنه. إذا السؤال في الحالة، بعد كم سنة سيصبح عمر الأب ضعف عمر الابن؟ غادي نختار واحد المجهول ليكون إكس عدد السنوات التي سيصبح فيها عمر الأب يساوي ضعف عمر ابنه. إذا هذا هو مجهول. ثانيا، صياغة المعادلة. صياغة المعادلة وانطلاقا من نص المسألة، حين هو نص المسألة عندنا عمر أب 36 سنة وعمر ابني 4 سنوات. العرض الأولى، بعد إكس سنة، يعني بعد مرور إكس سنة، مثلا إلا مرت 2 سنوات، العمر ديال الأب غيصبح 38 والعمر ديال الابن غيصبح 6 سنوات. إذا بعد إكس سنة سيصبح عمر الأب هو العمر الحالي ديالو اللي هو 36 زائد دوك السنوات اللي هي اللي ممكن نعرفوها هو إكس. بعد إكس سنة سيصبح عمر الابن هو العمر الحالي ديالو هو 4 سنوات زائد سنوات اخرى اللي ما كنعرفوهمش اللي هي اكس. ثم بعد كم سنه سيصبح عمر الاب ضعف عمر الابن ديالو، يعني شحال يولي، يعني شحال من سنه خاصنا باش يولي العمر ديال الاب كيساوي، يعني العمر ديال الاب اللي هو 36 زائد اكس يساوي ضعف العمر ديال الابن. ضعف هو جوج المرات 4 زائد اكس، هنا عمر الاب يساوي ضعف عمر الابن. من بعد ما درنا صياغة المعادلة، المرحلة الثالثة حل المعادلة. إذا لدينا 36 زائد إكس يساوي 2 ضارب 4 زائد إكس. هنا أول حاجة ندير العملية ديال النشر، 36 زائد إكس تساوي 2 في 4 هي 8، 2 في إكس هي 2 إكس، ثم المجاهيل في جهة والعدد المعلومات في جهة. إذا 36 يجب على 8 موجبها يقول لي ناقص 8. إذا عندنا 36 جبنا حدا 8، 8 موجبة تولي سالبة، جوج إكس بقات عندنا في الطرف هي ناقص، نجيب وحدها إكس فهو موجب يولي ناقص يولي سالب. إذا 36 ناقص 8 فهي كتساوي 28 تساوي 2 إكس ناقص إكس هي 2 إكس هي إكس. إذا المعادلة هو 28، ومنه بعد 28 سنة سيصبح عمر الأب يساوي ضعف عمر ابنه، سيساوي عمر الابن دياله. هنا المرحلة الرابعة هو التحقق من الحل، تحقق من الحل. بعد 28 سنة سيصبح عمر الأب هو، إذا 36 زائد 28 تساوي 64. بعد 28 سنة سيصبح عمر الابن هو 4 زائد 28 32. إذا إلى خدينا 32 ضربناها في جوج، جوج في جوج هي 4، 3 هي 64، وبالتالي النتيجة اللي حصلنا عليها هي صحيحة. إذا بعد 28 سنة سيصبح عمر الأب يساوي ضعف عمر ابنه، وهذا كون سالينا التصحيح ديال هذا التمرين. السلام عليكم ورحمة الله.